لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. أين الملوك ذو التيجان من يمن؟ وأين منهم أكاليل وتيجان؟ بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم، واليوم هم في بلاد الكفر عبدان. يا أيها الملك البيضاء رايته، أدرك بسيفك أهل الكفر لكان. لمثل هذا يبكي القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان. الأبيات الشعرية استحضرتني عند سماعي لكلمات شيخ المعلقين عصام الشوالي في الفريق الملكي المدريد الريال الرويال العالمي فريق القرن الميرينجي. يتكلمون عن رداء الأبيض يسمونه ريال ويقول عنه مدريد، كنت من هذا؟ قالوا رداء الأبيض يخطف الأبصار متعة للناظرين، فيه رونالدو ومن قبله دي ستيفانو، وكم كان كبير يلعب فيه مارسيلو وسبقه ماركاماتشو، وكم كان عنيد. سأكتفي بنطق هذه الأسماء، يتكلم عن اسم ومجد وتاريخ، اسمه الريال وكنيته الملكية. قالوا عنه نادي البطولات فرفعت يدي موافق، وقالوا فريق النجوم فأشرت برأسي صحيح، قالوا نادي القرن قلت نعم، فسألوني باستغراب هل أنت دائما هكذا موافق؟ قلت في حالات واستثناءات، والريال حالة واستثناء. هذا الريال ما يقرب له حبايب، الله لا يقرب له حبايب. هذا المدريد الريال قدامه واش قربك للواد. نعم يا سادة، الريال تبقى حالة واستثناء، ريال التاريخ. ولأني لا أريد أن أخرج عن الاستثناء بعد سماعي لهذه المقولة، بسم الله الرحمن الرحيم. قال أحد الحكماء: ما رأيت أتعس من أربعة. قال: شخص يدعى للعشاء ويطلب المزيد، شخص يريد الانتحار وعمره مدين، شخص يلبس القديم ولديه الجديد. وحينما سألوه عن الرابع قال: معلق لا يعلق على ريال مدريد. فأنا لا أريد أن أكون تعيسا على غرار الأربعة في المقولة. أنا اليوم في قناة المصداقية سأعلق على الميرينج الريال الرويال الملكي سيد النجوم والأبطال. قيد دون واكتب لما يكون عندك يا سادة في فريق واحد إلكار كاسياس، راول غونزاليس، روبرتو كارلوس، لويس فيجو، رونالدو نازاريو دي ليما، دافيد بيكهام، ماكيليلي. أكبر فريق مدريدي عبر التاريخ، جيل الجالاكتيكوس، عقدة وعهدة ما بين عامي 2000-2006. إذن يا سادة، الجالاكتيكوس للميرينج مدريد، قصتهم، بداياتهم، إنجازاتهم، إخفاقاتهم وأسباب فشلهم في قناة الرياضة. مرحبا بكم معايا اليوم في بلاتو سبور، متعتها، حلاوتها، إثارتها وتنوع محتوياتها على بركة الله. المتابعين، الاشتراك بالقناة لن يستغرق سوى ثانية واحدة، لكن سيدعمنا كثيرا، لذا من فضلكم برجاء الاشتراك الآن في القناة لتشجيعنا. فريق القرن، الهرم الشامخ، الحلوى البيضاء، أي الميرينج بالإسبانية، النادي الملكي الرويال، كلها يا سادة مفردات لاسم واحد، لنادي واحد، لعملة واحدة، العملة هي ريال مدريد الإسباني. في كرة القدم التاريخ لا يكذب، الجوائز، الأرقام والألقاب الكثيرة تبرهن على أن ريال مدريد هو أفضل فريق ونادي كرة قدم على مر الزمان. ما ترونه يا سادة هو متحف ريال مدريد المليء بالجوائز، حيث أنه لم يعد يسع لكؤوس وألقاب أخرى. المتحف الذي تحول إلى مكان مقدس بالنسبة للعشاق، للكثيرين من محبي كرة القدم. بهذه الطريقة الريال الميرينجي تثبت على كونها الفريق والنادي الملك الأسد السيد في كرة أوروبا والمعتلية لعرشها على مر تاريخها. الحكاية بدأت في بداية الخمسينات، حيث تمت ولادة عصبة الأبطال أو ما يسمى بدور أبطال أوروبا الشامبيونز ليج.
من حقبة بين 1956 إلى 1960. البطل مرة ثانية واحد، الاسم مرة ثانية واحد، العملة مرة ثانية واحدة. حامل اللقب يا سادة هو الميرينج الريال، صاحب القميص الأبيض يتعملق في عمريات أوروبا، يتعملق، يفوز باللقب 5 مرات متتالية. 1900 إنه التاريخ، أنا لا أكتبه، واشهد يا كاتب التاريخ. الريال ينصب نفسه ومن دون منازع أكبر نادي في القارة العجوز وعبر العالم، في جيل من اللاعبين أمثال دي ستيفانو، بوشكاس، في هذا الجيل الذي لقب بجيل الجالاكتيكوس الأول. لكن يا سادة، لكل عقدة ذهبية نهايتها ولكل بداية نهاية مرة. الميرينج الريال سيغيب بعدها عن المنافسة على دور عصبة الأبطال لمدة 32 سنة. نعم 32 سنة، كأس أم الأذنين تتمنع وتغيب عن خزائن الريال. 1998 الريال يتوج باللقب السابع في جيل الميرينجي، جيل مياتوفيتش، رودوندو، فرناندو هيرو. في عام 2000 يا سادة، إذن يا سادة الريال تعلن عن عودتها للمنافسة العالمية، الميرينج تعود للألقاب. لكن نفس هذه الريال يا سادة كانت في سنة 2000 تنتظرها انتخابات الرئاسة من أجل قيادة سفينتها، الإعلان عن اسم رئيسها، من أجل إعلان اسم رئيس قادر على الاستمرارية في تألقها. في تلك الحقبة رئيس الريال كان يا سادة هو لورينزو سينزي، الذي يجلس بثقة على كرسيه من أجل قيادة سفينة الريال في حقبة ثانية، في عهدة ثانية، خصوصا بعد حصول النادي الملكي على لقبين لكأس أم الأذنين. لكن نفس الريال يا سادة كانت عندها أنذاك مشكلتين أساسيتين. رقم واحد يا سادة، الريال كان في تلك الحقبة يعاني من الديون، كاهله متقل بديون متراكمة قدرت أنذاك ب 278 مليون يورو. رقم جوج يا سادة، الجماهير في حقبة أواخر التسعينات ورغم النجاح الكروي بدأت تهرب وتعزف من حضور مقابلات الريال. ملعب البرنابيو طاقته الاستيعابية 80,000 متفرج، في حين مقابلة المدريد المريكي كان يحضرها فقط 36,500 متفرج. إذن جذب الجماهير من إسبانيا والجماهير العالمية على وجه الخصوص لملعب البرنابيو سيساعد الميرينجي في التخلص من ديونه، خصوصا أن الريال ذو قاعدة جماهيرية عالمية كبيرة. إذن السؤال يطرح ذاته، كيف بدأت القصة؟ القصة بدأت في ذلك الوقت عندما تقدم للانتخابات رجل أعمال إسباني سياسي كبير اسمه فلورنتينو بيريز، يتقدم للانتخابات الرئاسية ويعطي ويعد الجميع في برنامج الانتخابي بإعادة فكرة إحياء جيل الجالاكتيكوس الأول. الأدهى من هذا التفوق على كل إنجازاته يا سادة. أنا الآن سأطلب من كل محبي بلاتو سبور وعشاقها أن يغلقوا أعينهم ويستمعوا إلي لمدة دقيقتين لكي أشرح لهم كيف تمكن بيريز هذا من إقناع الصغار والكبار في مدريد والفوز بالانتخابات الرئاسية على بركة الله. المشروع هو كرة قدم خيالية، كرة قدم راقية تجمع بين أفضل أسلوب في العالم من ناحية التكتيك وبين سحر زين الدين زيدان وأهداف رونالدو نازاريو دي ليما وقنابل وقذائف أرض لروبرتو كارلوس، إلى جانب سيطرة رؤية ضبط الإيقاع للويس فيغو ممزوجة بعرضيات دافيد بيكهام على وعلى أناقة وسلطنة وأهداف ابن مدريد الجوهرة الكبيرة راول غونزاليس. إذن يا سادة افتحوا أعينكم، فأنا كنت أصف لكم فريقا للخيال، هجوم العمالقة، فريق الحلم، أي الدريم تيم لمدريد. اجتماع كل هذه العمالقة في زمن واحد، في مكان واحد، في نادي واحد يا سادة،
فلورنتينو بيريز رسم وتخيل هذا الفريق في عقله ليحققه على أرض الواقع، لذلك قرر شراء كل واحد وضمه لمدريد للميرينج الكبير. إليكم يا سادة أسماء وقائمة كبار الجالاكتيكوس في مدريد في سنة 2000 يا سادة. أول أسطورة جاءت على مدريد كان يا سادة أسطورة برشلونة وكابتن منتخب البرتغال لويس فيغو من برشلونة إلى مدريد مقابل 56 مليون يورو. في سنة 2001 يا سادة الدوري الفرنسي زين الدين زيدان من يوفنتوس تورين إلى الريال في صفقة قدرت ب 65 مليون يورو. في سنة 2002 يا سادة البرازيلي الظاهرة رونالدو دي ليما من إنتر ميلان إلى الريال مقابل 45 مليون يورو. في سنة 2003 يا سادة الإنجليزي ديفيد بيكهام من مانشستر يونايتد إلى الريال مقابل 35 مليون يورو. في سنة 2004 يا سادة الإنجليزي الثاني مايكل أوين من ليفربول إلى الريال. إذن يا سادة جالاكتيكوس التاريخ يتواجد فيها ماذا يا سادة؟ يتواجد فيها أربع لاعبين حاملين للكرة الذهبية، أي أربع لاعبين تناوبوا على أن يكونوا أحسن لاعبين في العالم في هذه الحقبة. هم يا سادة زين الدين زيدان، لويس فيغو، رونالدو الظاهرة، مايكل أوين يا سادة. ناهيك عن امتلاك الميرينغي للعديد من الأساطير التي كانت موجودة في الفريق أنذاك، أمثال إلكار كاسياس، روبرتو كارلوس، راول غونزاليس، خوسي ماريا غوتي وكلود ماكيليلي. إذن يا سادة الجيل الذهبي للمارينغ مدريد، الجيل الذهبي في حقبة الجالاكتيكوس أقسمها أنا إلى فترتين مهمتين، فترتين أساسيتين لكن للأسف متناقضتين. الفترة الأولى أسميها الفترة الذهبية للمارينغ والجالاكتيكوس مدريد، الفترة كانت ما بين حقبة سنة 2000 ل 2002. في هذه الفترة يا سادة قيد دون واكتب، الريال يفوز بدور الأبطال مرتين سنة 2000-2002، الدوري الإسباني يحقق الميرينغ مرتين سنة 2000-2001-2002-2003، كأس القارات الكونتيننتال سنة 2002، كأس السوبر الإسباني سنة 2002. إذن الحلقة الأولى من مسلسل الجالاكتيكوس كانت ناجحة على جميع المستويات. We'll be right back.
الفترة الثانية أطلقوا عليها عنوان الفشل الذريع لجيل الجالاكتيكوس والميرينغ مدريد. في الحلقة في الثانية من مسلسل الجالاكتيكوس التي امتدت بين عهدة ما بين سنتي 2003 إلى 2006 يا سادة، عزف فيها الميرينغ الريال عن تحقيق الألقاب، حيث خرج الفريق خالي الوفاض من كل المسابقات والمنافسات في دور الأبطال يا سادة. تم إقصاء الريال مرتين على يد السيد العزوز يوفنتوس تورين، ومرة على يد زعيم الكرة الفرنسية موناكو. إذن يا سادة، إليكم الأسباب الرئيسية لفشل الجالاكتيكوس في الحقبة الثانية. رقم واحد يا سادة، عدم الاستقرار في الإدارة الفنية للفريق الملكي، حيث عرفت هذه الحقبة تناوب العديد من المدربين على تدريب الميرينغ مدريد بعد تنحي الإسباني ديل بوسكي وإقالته من مهامه عام 2003، بداية من البرتغالي كارلوس كيروس والإسبانيان خوسي أنطونيو كاماتشو وماريانو غارسيا رامون، ثم بعدها البرازيلي أندريلي لوكسمبورغو، ونهاية بالإسباني الأخير لوبيس كارو. من هنا يتبين لنا عن أن الميرينغ مدريد تأثر بتغيير المدربين، مما جعل على أن الفريق غير قادر على الاستقرار في نتائجه، حيث صعب على اللاعبين التأقلم مع خطط واستراتيجية كل المدربين. رقم جوج يا سادة، التسيير العشوائي والغير المعقل من الإدارة. فصفقات النادي كانت تهتم فقط بالخط الأمامي وشراء اللاعبين ذو النزعة الهجومية، أما خط الدفاع فلم يستثمر فيه وكان كارثيا. خط الدفاع هذا هو من تسبب في إقصاء الريال من جل المنافسات والتظاهرات الكبرى. فمنذ رحيل أسطورة الدفاع الإسباني فرناندو هيرو، لم يعرف دفاع الميرينغ الاستقرار أبدا، رغم محاولة تعويضه بمجموعة من الأسماء الكبيرة أنتيل وولتر سامويل أو جرافزن توماس. لم يستطع هؤلاء اللاعبون تغطية الفراغ الكبير الذي تركه القائد الراحل أنذاك فرناندو هيرو. لكن يا سادة، السبب الرئيسي الذي ربما لا يعلمه الكثيرون أو لا يتحدث عنه البعض، وما ستعرفونه اليوم في قناة المصداقية، هو ما سمي في كرة القدم بإشكالية فلورنتينو بيريز مع لاعب الميرينغي كلود ماكيليلي. كلود ماكيليلي لاعب ذو جذور إفريقية من أصول فرنسية، لاعب وسط متأخر، اللاعب يا سادة الذي دفع الميرينغ مدريد من بعد رحيله ربع مليار يورو حتى يعوض الفجوة التي تركها رحيله عن مدريد. ربع مليار يورو يا سادة بتلك الأسعار في ذلك الوقت وليس اليوم، حيث فقط يا سادة بعد قدوم كازيميرو مؤخرا اعتبر من مثابة المعوض الوحيد لفقدان كلود ماكيليلي لدى عشاق ومسؤولي الميرينغي، حيث تم إيجاد أخيرا لاعب يقدر على حماية الريال في دفاعها وإغلاق كل ثغراتها في خط وسطها. القصة يا سادة صارت من 16 سنة في نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا ل 2002-2003، الريال يقصى أمام من يا سادة؟ أمام السيد العجوز يوفنتوس بعد الخسارة في مقابلة الإياب ب 3-1. تلك الخسارة كان كل المتتبعين ساحتها، كل الفاهمين في كرة القدم يقولون عنها حرفيا ما كانت لتحدث لو كان كلود ماكيليلي على أرض الملعب، حيث أنه غاب عن ذلك اللقاء بداعي الإصابة. الجميع في تلك المقابلة رأى ماذا يصير بدفاع مدريد في غياب صقاء الأمان كلود ماكيليلي. فلورنتينو بيريز رأى كل هذا بقرة عينه لكن لم يرضى تصديقه. بيريز هذا مشى وراء أغوائه وباع كلود ماكيليلي وذبح كل عشاق الريال. لماذا باع بيريز كلود ماكيليلي هذا؟ لأسباب أساسية، أولها ورقم واحد، ماكيليلي طلب عقد جديد من أجل تأمين مستقبله. رقم اثنين يا سادة، بيريز كان يريد دافيد بيكهام بأي ثمن في مدريد.
جديد، حيث أن بيريز وبعد نجاحات العهد الأولى أراد أن يحول النجاح الرياضي إلى نجاح استثمار اقتصادي تسويقي. إذن النجاح الرياضي لازم أن يتحول إلى أرباح وأرقام مالية. رقم 3 يا سادة، بيريز كان يؤمن بقضية بيع القمصان، حيث في تلك الحقبة كانت موضة بيع القمصان جزء كبير من الدخل والربح للنادي. فبالنسبة لبيريز، اللاعبون الذي يبيعون قمصان أكثر يجلبون جمهور أكثر، ولأن كلود ماكيلين لهذا كان لا يبيع قمصان بمستوى نجوم الجالاكتيكوس أنذاك كان غير مهم بالنسبة لبيريز. الأدهى من هذا، بيريز هذا لم يكتفي يا سادة بالتفريض بكلود ماكيلين، بل طلع للصحافة ويقول عنه حرفيا: لماذا أنتم مهتمون بكلود ماكيلين؟ لاعب عادي، الناس تبالغ بإعطائه قيمة في دوره كمتوسط دفاعي، تمريراته كلها للوراء أو فقط عن بعد 3 متر يا سادة. غدا سأجلب لكم لاعبون شباب أو حتى لاعب آخر أسود البشرة، وستنسون كلكم كلود ماكيلين. We win as a first league. Mm-hmm. After the president say, "Oh, Maclele, maybe I'll make you sign 1 year more." I feel on the pleasure. I feel that no, like Zidane, everything. I feel no, I don't care. In this contract, if okay, maybe I won't give you 5-10% more. Okay, happy. And this time, I believe people believe like when your manager, your president, you come, you check your hand. I think I'm sleeping this time. You're young, naive. Yeah, young. You know why? He make you understand, you can't believe people, you understand? This is dangerous, you know? This is dangerous. I check your hand, everything okay. And the final of the season, before we go in the pre-season, we go, I think, in Thailand, I think. Before we go there, I say, oh, president, when I come back, make me sign. Well, no worry. Beckham sign everybody, like Galactic, we go there. When we come back, I with my manager, like a solicitor, we come, okay, we go. I tell him, oh, go see the president for my new contract, I'll be happy. Okay, he go there, he say, president, okay, it's a new contract. Oh, we don't know, we buy Beckham, no money anymore. I go see the manager, I say, listen, Mr. The president, he tell me this, I think he play with me, I don't know why. I need you, you know, okay, my headache is gone now. Mm. No respect, nothing, I don't want nothing. He promised me, I don't say nothing. She don't promise me, I don't talk. Okay, listen, be calm, I want to make, I want to check everything, it's okay or not. He go see the president, he tell him, okay, listen, I want to tell you something. Make right the situation. This guy is more one player. This guy see no starting play. All you Galactic you get, it won't be a problem. Ah, come on. I put one black in the position, so okay, it's the same, you know. But listen, I explain you. See this guy. No, the situation, it won't be difficult. This player depend on him. In dressing room, is make everything right. Is the leadership also. It's the president, he tell Valdano, okay, Valdano, listen, what is happening? No, I want to make everything all right. Valdano, come talk with me. Like I go see, why are you thinking you can play free in Real Madrid? I look at him and say, I think he forget I'm not come from African quickly, you know, like, I say, listen, with the respect, I don't talk with you, I talk with the president. Okay, see, you have the message for me, it's about the president, tell me. See, you want move. Come with one team, you pay 15 million euros, make you leave. 5 team, big team in the world, you can't pick. I don't want problem. Just so you know, go and give me the 10%. It's okay, no problem. Make me living, you get the money. We don't have no threat, nothing. I feel okay. I go see again the manager. I say, okay, I have a problem now. Mister, I don't want to play anymore here. Okay, the club, you don't respect me. Just I need to give you the formation. Hey, please, I want to give the formation for the player. But now I want to go fight with the club for make me leave. I don't want problem with my teammate. I don't want problem with you. They both say, I understand. I sell my house, training on my house every day. For the club make the decision. Okay, after Chelsea is coming, Manchester is coming, a lot of teams coming, you won't pay. After leaving for 35 million euros. لكن يا سادة، إلى يومنا وبعد مرور 16 سنة من ذلك التصريح، الناس والجمهور والعشاق والفاهمون في كرة القدم لم تنسى كلود ماكيلين لهذا. رقم 3 يا سادة،
كثرة النجوم وعدم خلق توازن بينهم، حيث كان يصعب على المدربين تحقيق التوازن في تشكيلة الميرينج مدريد لكثرة النجوم الهجومية. فكثرة النجوم هذه أفقدت النادي روحه الجماعية، مما أدى إلى تفكيك الجالاكتيكوس. تفكيك الجالاكتيكوس كانت بدايته باستقالة الرئيس فلورنتينو بيريز هذا من منصبه، ثم أعقبه اعتزال زين الدين زيدان ورحيل لويس فيغو ومايكل أون ورونالدو الظاهرة، ومع قدوم المدرب الإيطالي الصارم فابيو كابيلو لقلعة مدريد صاحب اليد الحديدية، حيث أعاد الانضباط وروح الجماعة للميرينغي لينجح في تحقيق لقب الريال الأول في 2007 بسيناريو أسطوري بعد منافسة شرسة مع الغريم التقليدي برشلونة امتدت لآخر أسبوع في الليغا الإسبانية. إنه التاريخ وأنا لا أكتب يا سادة. كانت هذه هي سادة قصة اليوم مع الميرينغ مدريد في حقبة جيل الجالاكتيكوس، وكانت هذه عقلية وتفكير رئيس الريال أنذاك فلورنتينو بيريز لتحويل النجاح الرياضي إلى استثمار اقتصادي تسويقي، ثم الاقتصاد التسويقي يعيد إلى نجاح رياضي. للعلم يا سادة، عقلية وتفكير بيريز على المدى الطويل كانت صحيحة. لماذا؟ لأن الكثير من الشبان الذين يعشقون ويشجعون اليوم الميرينغي هم من عشاق زين الدين زيدان، رونالدو الظاهرة، لويس فيغو، ديفيد بيكهام. فهذه الشعبية كلها يا سادة جاءت من وراء فكرة قرارات فلورنتينو بيريز هذا. إن أعجبتكم القصة يا سادة أعطونا اللايك، أعطونا لبنمو، كونوا معنا قلبا وقالبا في قناة المصداقية. مرة تانية وختاما، الكرة لا علاقة لها لا بالمال ولا بالسياسة، تبقى رسالة سلام، رسالة لتوحيد الشعوب، والسلام عليكم ورحمة الله.